ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هي الحلقة الثالثة في الرد على صفحة الصوفية، وهذه الصفحة في الإنترنت ما هي إلا صفحة لدعاة الشرك ودعاة الإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى، زي ما سمعت في الحلقتين الماضيات إنهم بيجوزوا أو بيزعموا أن غير الله سبحانه وتعالى يخلق، ويقولوا أن غير الله سبحانه وتعالى يقول لشيء كن فيكون، مخالفين بذلك قول الله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فكل هذه الآيات كذب بها هؤلاء الصوفية وجحدوها، جحدوا معناها وخالفوها وناقضوها. طيب، فالليلة بيرد علي لما نردد على الضال المدعو الجفري، لما جبت مقطع بتاع فيديو انه الجفري قاعد مع جماعة شيعة وبيقولوا مدد يا حسين، مدد يا ابو زين العابدين. واول حاجة نحن عرفنا انه الجفري شيعي لانه مجالس الشيعة ويخالطهم ويأيدهم في اخص خصائص الشيعة، الا وهو الاشراك بالله وتأليه الحسين بن علي بن أبي طالب. طيب، نمسك المقطع بتاعه بتاع الصوفية، الطرق الصوفية في ردهم، نقطة نقطة حتى نأتي على جميع النقاط التي شبهوا فيها على المسلمين. النقطة الأولى، أول حاجة بدأ بصلاة الفاتح زي ما بدأ في المقطعين الأوائل، والبداء بصلاة الفاتح عند الصوفية لأنهم بيعتقدوا أن صلاة الفاتح أفضل من القرآن الكريم بست مرات، وأفضل من القرآن الكريم صلاة الفاتح بستة آلاف مرة، زي ما جاء في كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني في الصفحة 132 ل 135 الجزء الأول، إنه أحمد التجاني قال الرسول جاءه زي ده كده، القرآن كذب كله، وأداه صلاة الفاتح وقال له قراءة المرة الأولى من صلاة الفاتح تساوي قراءة القرآن ست مرات. قال في المرة الثانية يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له قراءة مرة واحدة من صلاة الفاتح تساوي قراءة 6000 مرة من القرآن الكريم كاملا، وده كفر يا جماعة، لأنه فيه تفضيل كلام وهو كلام مبتدع ليس له علاقة بالكتاب ولا بالسنة. فضلوا هذا الكلام المبتدع حتى على كلام الله الذي هو أحسن الحديث وأفضل الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما بعد، فإن الخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأحسن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فصلاة الفاتحة دي أصلا العقيدة المرتبطة بها إنه هي أفضل من القرآن بستة ألف أو تساوي القرآن ستة ألف مرة، دي عقيدة كفرية. صلاة الفاتح ذاتها هي صلاة مبتدعة، لكن الصوفي ده يعني ما يفقه ولا يفهم، ما عنده عقول أصلا، عشان كده مصير إنه في كل حلقة يبدأ بصلاة الفاتح. النقطة الثانية قال إن طالب الود مزمل فقيري أن يثبت أن هؤلاء شيعة، وقال عندنا مقطع هل للجفري ويبين فيه انه ما شيعي وهو من علماء اهل السنه. قال اول حاجه اثباتنا من كلام الجفري وجلوسه مع الناس ديل، الجماعه ديل بيغلوا في الحسين بن علي وبيقولوا مدد، مدد يا حسين، مدد يا ابو زين العابدين، مدد يا مولانا يا حسين. ومعروف الناس البغلوا في الحسين بن علي بن طالب هم الرافضة، هم الشيعة، ما بيختلف اثنين مسلمين في الكلام ده، لكن الصوفي دار ينكر يعني الشيء الثابت والشيء المعلوم. وكونه بنادي الحسين من دون الله عز وجل ده شرك، كده خليك من شيعة ولا ما شيعة، شرك من الجفري
والشرك من الناس اللي قاعدين معه دي. وبعدين ما في فرق ذاته كثير يعني بين الشيعة وبين الصوفية، على ما كتار من شيوخ الصوفية الشيعة، لأنه أصلا بيتفقوا في تأليه البشر الشيعة والصوفية. الشيعة بيأله علي بن أبي طالب والحسين بن علي وهكذا، والصوفية بيأله البرعي وبيأله المكاشفي وبيأله صايم ديما وبيأله الركيني وبيأله شيوخ من دون الله سبحانه وتعالى. وما في فرق كبير برضو بين النصارى والصوفية خلي شيعة، وبين اليهود والصوفية ذاته، لأن اليهود أله بشر، أله عزيرا، والنصارى أله عيسى بن مريم، والصوفية كل طريقة ألهت شيخة. شكد النصارى عندهم كتاب صغير اسمه كشف الأنوار في سر السبع الأسرار، بيوزعونا في كنيسة بحري مكتبة لوغوس. فالكتاب ده صغير، شوف من عنوانه تقول كتاب صوفية، كشف الأنوار في سر السبع الأسرار، لأنه الصوفية قسموا دين الإسلام تقسيم باطل وكذب منهم، جعلوا فيه سر وجهر وظاهر وباطن وعلم الحقيقة وعلم الشريعة وعلم الظاهر وعلم الباطن، وده كله كفر زي ما قال ابن حجر رحمه الله تعالى فتح الباري، قال الزول اللي بيقسم الدين ويعتقد انه عنده ظاهر وباطن ده كافر كافر. المهم فالنصارى طلعوا الرسالة دي في الصفحة تقريبا رقم 3 و4، قالوا إذا كان نحن كفار لأنه بنأله عيسى بن مريم، قالوا فالشخص الصوفي أو الصوفية أكفر مننا، لأنه كل طريقة بتأله شنو؟ شيخة. فالنصارى أله واحد عيسى بن مريم، والصوفية أله آلاف البشر، والآلاف الألهوم وجعلهم آلهة مع الله عز وجل بالباطل وبالكذب وبالبهتان وبالزور، ديل كلهم ما هم إلا طواغيط وناس مجرمين أصلا ما صالحين. عشان كده نحن نناقش الصوفية يقول لك إثبات كرامات الأولياء، ويتو يا وهابية بتنكروا كرامات الأولياء. أول حاجة يقول لها ده نقاش في غير محله، لأنه أول حاجة أنت يا صوفية ما أولياء، وما عندكم شيخ واحد الآن موجود ولي. وأوعك تقول لي جنيد وما جنيد، أول حاجة جنيد ده كان زمان والله عز وجل أعلم به، لكن ما كان مشرك، ما كان عنده شرك زي الصوفية الليلة. عشان نحن ما نقول التصوف نتكلم عن الموجودين ديل، ناس البرعي اللي بيقول إنا بخطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل قطب الوصال الكردفاني، وزي ناس المرغن اللي بنقول عن شيخ العيدروس اللي هو قال أنا بنيت السماء ما الله، وقال هو العرش بتاع ربنا والكرسي بتاع ربنا، وقال كما مستحي من الله ساكت بيطفي نار الجحيم، قال أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. نحن نتكلم عن الناس اللي عندهم كفر وإلحاد ديل، صوفي حقنا الليلة ديل كله ما له بدعة، شفت كيف؟ وهم اللي بينشروا الشرك وبيحاربوا الإسلام وبيحاربوا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحيتبين لك من خلال الردود بتاعتي على الصفحة بتاعت الصوفية، جميع الطرق الصوفية في ردودهم علينا، حيتبين لك إنه نازل أصلا دعاة للشرك وجنود من جنود إبليس. قال عندنا مقطع يثبتون الجفري من علماء أهل السنة، الجفري من دعاة الشرك ومن أهل الشرك، أهل سنة سنة دي سنة منو؟ سنة إبليس، تمام، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. جفري بيقول الولي يستطيع يخلق الجنين في بطن أمه، يقول الولي يقول للشيء يكون فيكون، دي أبو جهل ما حصل قدر ده من الشرك ومن الكفر بالله عز وجل. تقول لي من علماء أهل السنة؟ أكيد بساكت، جفري ما عنده أي علاقة بالسنة ولا بالدين ذاته، زول شفت وزول مجرم وزول داعية شرك وداعية كفر بالله سبحانه وتعالى. طيب قال الود مزم الفقيري بيقول إنه لا شك أن دعاء غير الله شرك، ما أنا اللي بقول يا شيخنا، ده كلام ربنا زي ما حيبين لك بعد شوية. قال دي من أكبر ضلالات الوهابية، ده زول اللي بيتحدث باسم جميع الطرق الصوفية في النت. قال أنا بقول إنه لا شك أن دعاء غير الله شرك، أنا مزمل يعني. قال ودي دياتا كونك تقول دعاء غير الله شرك، الصوفي قال، وأنا بحمل الطرق الصوفية كله كلام زول ده كله صوفي لأنه ده بيتكلم باسمه، الصوفي قال دي يعني كونك تقول دعاء غير الله شرك، قال دي تعتبر من أكبر ضلالات الوهابية. الله يا ما ده كلام عجيب. هذه المسألة جو حاربوها الرسل، كل الرسل، مثلا ربنا قال وإن إلياس
لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا أتدعون كان بيدعو من دون الله هذا الصنم اللي اسمه بعل وقيل كانت امرأة وقيل أتدعون شوف الآية دي خد خطعت الكلمة دي أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكونهم دعوا بعل طوالي قال لهم وتذرون أحسن الخالقين يعني دعوا غير الله معناته شنو تركوا ربنا لأنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى فالقال ده شرك ده كلام ربنا يا صوفي يا أخي كلام ربنا يا طرق يا صوفية تقول كونك تقول دعاء غير الله شرك دي تعتبر من أكبر ضلالات الوهابية تقمة في الضلال ده ضلال ما حصلوا المشركين الأوائل ناس أبو جهل وأبو لهب الضلال اللي حصلوا الصوفية الليلة ويعني دعاة الطرق الصوفية وطواغيتهم قال اعلم أخي المسلم أن الاستغاثة والاستعانة بغير الله تجوز في شريعة الإسلام جرازي دي قال الاستغاثة والاستعانة بغير الله تجوز في شريعة الإسلام يا الشريعة دي ربنا سبحانه وتعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأحد دي العلماء على التفسير قالوا جاءت نكرة أحدا ما معرف في صياغ النهي لأن ربنا قال فلا ولا هنا ناهية فلا تدعو مع الله أحدا فأحد نكر في صياغ النهي تفيد العموم ما تدعو أي أحد لا نبي لا رسول لا ملك لا ولي لا صالح لا طالح لا إنس لا جن لا أي شيء ما تدعو أحد مع الله سبحانه وتعالى الله قال كده فلو دعيت أحد مع الله أنت خطيته شريك مع الله سبحانه وتعالى كيف تقول تجوز وتجر ست حركات يا صوفي يا بليد يا أحمق ده شرك الكلام ده شرك وتقول دي من أكبر ضلالات الوهابية والوهابية وأنهم ذاتهم ما في حاجة اسمها وهابية نحن سلفيين نتابع منهج الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم الذين أولهم وأفضلهم الصحابة بعد الأنبياء والرسل ومن سار على نهجهم فكيف تقول بالجوز ودي من ضلالات الوهابية يا شيخنا دعاء غير الله كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ربنا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم قال لك بتدعوهم من غير الله ذيل يا صوفي ولا غيرك أي زول تمشي قبة تدعو زي ما بيعملوا جميع الطرق الصوفية الليلة والذين تدعون من دونه من دون الله والذين تدعون من دون ما يخلقون من قط ما يملكون من قطمير قطمير دي اللفافة الفي على النوايا بتاعت البلح ربنا قال إن تدعوهم دعيتهم من دون الله لا يسمعوا دعاكم ربنا قال ولو سمعوا إذا سمعوا فرضنا جدلا مثلا يعني ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فربنا قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم فسمى دعاء غير الله شرك سمى دعاء غير الله سبحانه وتعالى شرك كيف يكون جائز في شريعة الإسلام قال نحن نتحدى الود مزمل وكل من يزعم أنه سلفي ويتبنى القول بالسلفية الآخر أن وكل من يتبنى القول أن الاستغاثة بغير الله والاستعانة بغيره وطلب العون من غيره شرك نتحداهم قال يأتوا بنقل عن السلف أو نص عن السلف قالوا بهذا القول قال لأنه أول من ابتدع هذا القول ابن تيمية الحراني بعد 800 سنة وهو ليس بسلفي ابن تيمية سلفي جوا عينك ما هو ما أنت بتطلع بالرجال يعني تيمية على منهج الكتاب والسنة لفهم السلف الصالح وهو من أئمة وعلماء أهل السنة والجماعة ومن أئمة وعلماء السلفيين قال ما في حاجة اسمها الاستغاثة ما تجوز ده كلام باطل ما قال به السلف يعني هو قصد السلف قالوا
تدعو غير الله وتستغيث بغير الله وتكفر وتشرك بالله. ده قصد الصوفي البليد. قال حتى ابن تيمية جاء في قاعدة جليلة يا محمد، وذكر تاني حديث دعاء الأعمى، قال يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي. قال النداء للنبي بياء النداء. حتى ابن تيمية جاء في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. أول حاجة زول ده زول كذاب وزول ملبس وزول محتال، بس ده الاحتال على أهل العلم من أهل السنة والجماعة. قال أول من ابتدع هذا القول يا تقول ده إنه دعاء غير الله شرك، والاستغاثة والاستعانة بغير الله شرك، ده بدعة ساعة، ده دين الله يا جماعة. ربنا سبحانه وتعالى قال قال الله عز وجل قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. يا صوفي فتح حضانك وخلي شرب المحايات الكثير. ربنا قال اللي بتدعون من دون الله ديل أيا كان أروني ماذا خلقوا من الأرض، عشان أنت تمشي تدعوهم، هم خلقوا حاجة أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. بعد ذلك ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني يوم القيامة لما ربنا يحشر الناس قال أنت بتدعون من دون الله ديل يا صوفي ويا صوفية ويا طرق يا صوفية، بيبقوا لك أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وفي قوله تعالى وكانوا بعبادتهم، يعني دعيت غير الله يبقى عبدته غير الله، طوالي عبدت غيره واتخذت إله من دون الله عز وجل بالباطل، ويكفروا بعبادتك دي وينكروها يوم القيامة إنه ما هم أمروك. فقال قال ابن تيمية ابتدع الكلام ده، قال وقال ما في حاجة اسمها الاستغاثة، ما تجوز كلام باطل ما قال به السلف، ده قالوا ربنا يا أخي. قام ده يقضب على ابن تيمية، وطبعا الإمام دي في وهمة كده بتاعت صوفية بشكل قلبر. جاب لهم واحد مجرم اسمه محمد المنتصر الجزيري، مجرم كل ما الناس اخواننا دار ناظروا بزوق بيهرب، لكن سمعت انه مشى ناظر الهواري في التلفزيون والهواري طلع عليه بيان هزيل جدا يبين فيه خلاصة البيان للزول اللي بيفهم انه الهواري تهزم، لانه ما جرد على الشبهات الا في البيان بعد المناظرة، يعني جو المناظرة ما رد اصلا على الشبهات. المهم فبيجيبوا زي الهواري ناس ضعاف وناس ما من اهل السنة اصلا من اهل البدعة، يجيبوهم عشان يناظروا الصوفي ده ليظهروا بذلك قوة الشرك كما يزعمون وضعف أهل السنة، وده ما من أهل السنة الهواري، ونحن والله ما بنفرح إنه يهزموه الهواري، لكن ده ما أهل إنه ناظر، ما أهل إنه ناظر ولا يعرف شبهات النازل. إحنا جاهزين ونناظر زي الرقي بيض غيره، وناظرته قبل كده في جامعة خرطوم ولحد ما شالني جدعني والطلبة كفته ودقوا تاني ما جاء جامعة ذاته. فالمهم إحنا جاهزين له. فهو جاب الشبهات دي إنه يكذب على ابن تيمية ويبتر كلام ابن تيمية، وصحبه يقول لك ودي كتب كلها، أي كتاب يا صوفي تكذب على ابن تيمية ولا أي عالم من علماء السنة بنجيب الكتاب بنجغمك به، موضوع ده انتهى. سهل جدا الشغل، أسهل من شراب الموية من الزير، هتفرح الحمد لله شغل ده ماشي لقدام. قال دعاء الأعمى وقال يا محمد، وتاني أثر تاني يا محمد، وقال ده في قاعدة جليلة وقال بتوصل الوسيلة، يعني ده يوهمك إن ابن تيمية جوز دعاء غير الله. قال لأنه الحديث جاء ابن تيمية في كتاب قاعدة جليلة حديث الأعمى قال يا محمد، قال ده يعني ده دعاء غير الله، يعني فهم الصوفي البليد. شوف يا شيخنا ده قاعدة جليلة، دي قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية. أول حاجة حديث الأعمى ما فيه دعاء غير الله، فيه التوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه الأعمى أصلا جل النبي عليه الصلاة والسلام هو ضرير البصر، فقال يا رسول الله ادعو الله لي، يعني الأعمى جاء طلب الدعاء مش خلى الله وقال يا رسول الله تنجدني وتفزعني أستغيث بك واستعين بك، وزي ما هو عقيدة هذا الصوفي والصوفية المؤيدين من أهل الشرك والضلال. طيب فسأله قال يا رسول الله ادعو لي. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت خير لك، وكما قال فخيروا بين مسألتين إما أدعو لك وإما تصبر، قال بل ادعو. يبقى ده الدليل الثاني إنه التوسل في الحديث ذا
التوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أول حاجة الرجل قال لي يا رسول الله أدعو لي، ثاني حاجة النبي صلى الله عليه وسلم خير بين الدعاء والصبر، اختار الدعاء، فوعدوا إنه حاجتين إذا اختار الدعاء بدعو له، فالرجل اختار الدعاء والرسول وعده، فهل يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم الميعاد يا صوفي؟ ما يخلف الميعاد، ما يخلف الميعاد، يبقى الحديث كله بيدور على التوسل إلى الله عز وجل بالدعاء. والآن يجوز تمشي لزول تقول له ادعو لي بس ما يكون صوفي، زول يكون من أهل السنة، زول كويس يعني موحد. طيب بعد ذاك ابن تيمية ما قال إنه الحديث دليل على جواز دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله زي ما قاعد يلبس الصوفي ده. ابن تيمية في قاعدة جليلة في أكثر من 10 مواضع تقريبا في الكتاب ده بيّن إنه التوسل في حديث الأعمى ده أصلا توسل بدعاء الرسول، يعني ده عليه بس ده الموضوع كله. أديك أمثلة بسيطة جدا، الصفحة 107 عشان تشوف إنه الصوفي ده كذاب، داري كذب على ابن تيمية، زول محتال زول كذاب. قال ده ابن تيمية في صفحة 107 من قاعدة جليلة ذاته، قال قال الصوفي ده ذاته، قال قال وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه، فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، توسل بشنو؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم شفعه في، ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك مما يعد من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. ولو توسل غير من العميان الذين لم يدعوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله. يبقى ابن تيمية برد ذاته على الناس اللي بيقولوا إنه توسل بذاته أو بجاهه، ولما صنع التوسل كان بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يطلب منه الدعاء فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا له، ده الموضوع كله. وينون دعاء غير الله؟ والموضوع ذاته بتاع الحديث عن التوسل ما عن دعاء غير الله، دعاء غير الله دي مسألة برا، ده كفر، تدعو غير الله كافر عديل. الله قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. أي زول دعا غير الله كافر ومشرك، لأنه ربنا قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. في الصفحة 203 برضو ديك موضع تاني، يا صوفي يا كذاب يا محتال، وأنا لو لميت فيك والله أنت فكصوفة صوفة يا صوفي إن شاء الله تعالى. طيب قال وهذا الأعمى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال في دعائه اللهم فشفعه في، فعلم أنه شفيع فيه، ولفظه إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، فقال أدع لي، فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويدعو هو أيضا لنفسه ويقول في دعائه اللهم فشفعه في، فدل ذلك على أن معنى قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد أي بدعائه وشفاعته، كما قال عمر اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقنا، فالحديثان معناهما واحد، فهو صلى الله عليه وسلم علم رجلا أن يتوسل به في حياته، كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا. فده ده الكلام، وكلام لسه ماشي لقدام. قال ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلا عنه، بعد موت الرسول ليه توسلوا بغيره بعد ما مات الرسول؟ لأنه أصلا ما يجوز التوسل بذات الإنسان أو بجاهه، إنما يجوز التوسل بدعائه. والتوسل بدعاء الرجل الصالح إلا يكون حي عشان يدعو ليك، وإلا ما حيكون توسل بالدعاء. عشان كده ابن تيمية قال فلو كان التوسل به حيا وميتا سواء، والمتوسل به الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم كمن لم يدعو له الرسول لم يعدلوا، يعني لم يتركوا عن التوسل، لم يفضلوا يعني ما خلوا، كان لم يعدلوا عن التوسل به، وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه وأقربهم إليه وسيلة إلى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله. وكذلك لو كان أعمى توسل به ولم يدعو له الرسول بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة أو
بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى، فعدولهم عن هذا إلى هذا مع أنهم السابقون الأولون والمهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإنهم أعلوا منا بالله ورسوله وبحقوق الله ورسوله، وما يشرع من الدعاء وينفع، وما لم يشرع ولا ينفع، وما يكون أنفع من غيره، وهم في وقت ضرورة ومخمصة وجد يطلبون تفريج الكربات. قال: ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه، وذلك أن التوسل به حيا هو من جنس مسألته أن يدعو لهم، وهذا مشروع. هذا الموضوع، لو كان توسل بشنا جماعة بالدعاء، ومواضع كثيرة جدا جدا من كتاب قاعدة جليلة. الرجل ذاك الطاب بيكذب على ابن تيمية، طرق الصوفية بيكذب دائما على ابن تيمية ويبتروا كلامه، وابن تيمية بيزم الناس اللي بيدعوا غير الله ديل، بيزمهم الصوفية ذاتهم. في هذه مجموعة الفتاوى الجزء 15 عندي ذات الجزء 15 الصفحة 48 وانت ماشي لقدام، ولا بيتكلم عن افعال الصوفية دي وشركياتهم واستغاثتهم بالقبور، كلام ذاته عجيب. قال ابن تيمية: فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانا، وديل منو ديل الصوفية، تقال ديل منو الآن اتخذوا القبور أوثانا، الصوفية هم اللي بيعبدوا القبور من دون الله. فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانا تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله وعبادته. بس الآن الصوفية بيستهزئوا بالتوحيد وبعبادة الله عز وجل، زي ما ده بيستهزئ. قال: كونك تقول يعني إنه دعاء غير الله شرك، قال ده من أكبر ضلالات الوهابية، قال، وده استهزاء بالتوحيد. قال: ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء، ويحلف أحدهم اليمين الغموس كاذبا، ولا يجتري أن يحلف بشيخه كاذبا. وده مش حق الصوفية ذاته، واحد يمشي للقاضي يقول لا أحلف بالله، يحلف بالله كذاب. لكن لو الناس قال لا أحلف بشيخك، ما يحلف بالله بشيخه، ما يحلف بشيخه كذاب أبدا. قال: وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن استغاثته بالشيخ إما عند قبره أو غير قبره أنفع له من أن يدعو الله في المسجد عند السحر. وده اللي قاله البرعي، قال في الليلة الهادي بنادي سيادي، يعني في عند السحر في الليلة الهادي ما تنادي الله، قال ما بنادي، قال بنادي يا سيادي في الليلة الهادي بنادي يا سيادي، جملة وفرادي. قال: ويستهزئ بمن يعدل عن طريقته إلى التوحيد، وكثير منهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد، القباب والأضرحة والقبور دي عمروها تعمير جد، ما شفت القباب الآن، قبة الكباشي طابقين، في قبة هناك في منطقة في جنوب الخرطوم في قرية 4 طوابق. عشان كده قال: وكثير منهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد، فهل هذا إلا من استخفافهم بالله وبآياته ورسوله وتعظيمهم للشرك؟ قال: ده كله دليل على استخفافهم بالله وبآياته ورسوله وتعظيمهم للشرك. والصوفية اللي بيردوا عليه ديل، ديل بيستخفوا بالله وبآياته ورسوله ويعظموا الشرك، لأنه زول يقول دعاء غير الله يجوز في شريعة الإسلام، ده ما بيستخف بآيات الله وبالله وبآياته وبرسوله ويعظم الشرك، يعظم الشرك ويستخف بالله وبآياته ورسوله. طيب قال: وإذا كان لهذا وقف ولهذا وقف، كان وقف الشرك أعظم عندهم مضاهاة لمشركي العرب الذين ذكرهم الله في قوله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، الآية، فيفضلون ما يجعل لغير الله على ما يجعل لله، ما يجعل لغير الله على ما يجعل لله، ويقولون الله غني وآلهتنا فقيرة. عشان كده الصوفية حتى الليلة ديل بيفضلوا آلهتهم على الله، شيوخهم على الله سبحانه وتعالى. عشان كده الصوفي ده بيرد عليه باسم جميع الطرق الصوفية، داري يجوز انه دعاء غير الله بيجوز، والاستغاثة بغير الله جائز، والاستعانة بغير الله جائز. يا اخي ربنا في سورة الفاتحة قال: اياك نعبد واياك نستعين، اياك نستعين. هذا الاسلوب كما بين العلماء في والحصر انه الاستعانة ما بتكون الا بالله سبحانه وتعالى. طيب قال: وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه يبكي عنده. ده قال ابن تيمية. تقول ليه ابن تيمية بأيد الصوفية؟ هم بيكرهوا ليه ابن تيمية؟ وقبيل قال ابن تيمية ما سأل في ذاته ليه؟ ما زعلان منه، لأنه ابن تيمية من أكثر الناس الرد على الصوفية، لكن هم بيقطعوا كلامه
كل كلام اللي بيقطعه بتقول الحمد لله عندنا موجود كله. اي كلمه تقطعها ان شاء الله يا صوفي تلقى رده طوالي فوق راسك نرزعك به. مستهبل يا مجرم يا محتال. وهؤلاء اذا قصد احدهم القبر الذي عظيم يبكي عنده. ده حاله صوفيه الليله في مقابر حمد النيل وقبة البرعي مقبرة الكباشي والزريب كله ده الشغل الحاصل. ويخشع ويتضرع ما لا يحصل له مثله في الجمعة والصلوات الخمس وقيام الليل. فهل هذا إلا من حال المشركين للموحدين؟ ابن تيمية قال ومثل هذا أنه إذا سمع أحدهم سماع الأبيات حصل له من الخشوع والحضور ما لا يحصل له عند الآيات. صوفي ده الآن يسمع الآيات ممكن يقول لك اكفي لذات. بل الصوفية بيقول لك كثرة قراءة القرآن وسمع القرآن كثير بجننك. ليه ده بقدر ويش بقع وبيزبط وبيبزغ ويقول لك ده قرأ قرآن كثير عشان كده جنة. فالصوفية ما داري انك تقرأ قرآن. شفت كيف؟ لكن المديح بتاعهم واحد يرقص بكتفه بصلبه بأضنينه يلف قرقور في الواطة مرات يخط راسه تقعد يرفع رجلينه فوق زي تلميذ البرعي في الفيديو المنشور في الندة في المركب واحد يخط راسه تعد ويرفع رجلينه فوق. ينتشر عند سماع الأبيات الشركية المبتدعة لكن عند سماع الآيات يتضايقوا ويقولوا القرآن بجنن. وربنا قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال بل يستثقلونها ويستهزئون بها وبمن يقرأها مما يحصل لهم به أعظم نصيب من قوله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. والله ده ينطبق الآن على دعاة الصوفية دعاة الشرك اللي بيأصل إلى الشرك والكفر بالله. قال والذين يجعلون دعاء الموتى أفضل من دعاء الله. هذه الصوفية هسه ده كلام الزول ده مختصمين معانا بشنو؟ متحدث باسم التصوف ده مختصم معانا إنه قلنا دعاء غير الله شرك عامل الشمطة دي كلها. قال بإجماع السلف جائز قال دعاء غير الله والاستعانة والاستغاثة بغير الله سبحان الله. قال والذين كأن ابن تيمية يتكلم عن واقعنا الليلة سبحان الله. قال والذين يجعلون دعاء الموتى أفضل من دعاء الله. قال منهم من يحكي أن بعض المريدين استغاث بالله فلم يغثه واستغاث بشيخه فأغاثه. والله ده موجود الآن في كتب الصوفية والصوفية هم بينادوا بالكلام ده. شوف مثلا قبل ما اوصل لك كلام تيمية شوف مثلا هذا الكتاب ظل فوضات الربانية في المآسب والأوراد القادرية في الصفحة رقم 58 يعني بس ادلل لك انه كلام تيمية ده الليلة حاصل بالنص. قال يا مريدي لك الهنا بدوامي عيش عز ورفعة واحترامي ومريدي إذا دعاني بشرق أو بغرب أو نازل بحر طامي فأغث أو كان فوق هواء أنا سيف القضاء لكل خصام. قال مريدي إذا دعاني يعني تخلي الله وتدعو شيوخ القادرية إذا دعاني بشرق أو بغرب أو نازل بحر طامي فأغث طوالي بيغيسوك خلاص فأغث أو كان فوق هواء أنا سيف القضاء لكل خصامي. وده كلام شرك بالله سبحانه وتعالى أكبر مخرج من الملة لأن ربنا قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالاستغاثة تكون بالله بالرب جل جلاله وحده لا شريك له يا صوفية والاستعانة تكون بالله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عمه ابن عباس قال لي إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. أيضا مما يدلل على كلام ابن تيمية أنه ده حاصل الليلة من الصوفية قال في صفحة رقم 92 من كتاب فيوض البحور المتلاطمة تأليف محمد عثمان المرغني دي كمان الختمية صفحة 92 قال أنا السطوحي واسمي أحمد البدوي فحل الرجال إمام القوم في الحرم. أول حاجة زول ذاته يزكي نفسه التزكية الباطلة دي ده كلام حرام لأن ربنا قال فلا تزكوا
أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال لك الهنا يا مريدي لا تخف أبدا واشطح بذكري بين الباني والعلمي، هكذا مكتوب. قال إذا دعاني مريدي وهو في لجج في قاع بحر نجا من ساحة العدم. أعوذ بالله يا أخي، أعوذ بالله يا أخي. الصوفية خلاصة التصوف إنهم دارين الناس يخلوا ربنا ويعبدوا الشيوخ، دارين الناس يخلوا التوحيد ويكفروا بالله ويشركوا بالله. عشان كده محاربة التصوف هي أولى واجب، أعظم واجب، لأن التصوف هو دين عبادة الطواغيت، أما دين الإسلام هو نقيض التصوف وضد التصوف. ربنا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ولأن الرسل كلهم دعوتهم كانت لمحاربة الطواغيت، ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول ابن تيمية قال وأن بعض المأسورين دعا الله فلم يخرجه، فدعا بعض الموتى فجاءوا فأخرجوا إلى بلاد الإسلام. قال دي الدعاوى الكذبة بروي الصوفية عشان الناس يدعوا غير الله. قال وآخر قال قبر فلان الترياق المجرب. شوف العكس، ابن تيمية رحمه الله ذكر في بعض كتبه قال في ناس كان بيضلوا في الخلا وبيجوني أنا بيقول يا أحمد ابن تيمية ضلينا في خلا وما عرفنا الطريق، شفنا صورتك في الجو استغيثنا بك فجاتنا صورتك في الجو قلت لنا لفوا بالطريق الفلاني وامشوا بجاي فنجينا وفعلا نجوا. قال فيجوني دار يشكروني، شوف عشان يكفي الباب الشرك الباب المؤدي للشرك. قال أقول لهم إنما ذلكم الشيطان، وفعلا ده الشيطان، لأنه الشيطان قال ربنا ولأضلنهم ولأمنينهم، والشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومن أعظم ما يضل ويغوي الشيطان الناس الشرك بالله سبحانه وتعالى، إنه يخليك تعبد غير ربنا. قال ومنهم إذا نزل به شدة لا يدعو إلا شيخه. مش ده كلامه الآن؟ ونفس كلام البرعي، البرعي قال في ديوار رياض الجنة ونور الديون الصفحة 119 السطر الأول، قال البرعي إن ناب خضب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل. إذا حصل خضب أمر جلل أو مصيبة قال تنادي ولي تنادي إسماعيل لأنه ولي لله، تخلي الله يعني. وده نفس الكلام اللي بيذكره ابن تيمية، يرد على مثل هذا الكلام يعني. فابن تيمية من أكثر الناس اللي حاربوا التصوف، كده الصوفية اللي بيكرهوا، لكن جابوا مدرسة جديدة بتاعت اسمه يزيري وحامد بابكر، وده الناس فشلوا كلهم، ناس فشلوا وشوفهم كلها مكشوفة بالمناسبة، واضحة جدا مكشوفة، لكنهم بيلبدوا من المناظرة، مش يناظروا عليه الهواري ويناظروا عليه مين؟ الناس اللي ما عندهم علم أصلا. المهم قال ومنهم إذا نزل به شدة لا يدعو إلا شيخه قد لهج به كما يلهج الصبي بذكر أمه. وقد قال الله تعالى للموحدين فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقد قال شعيب يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، وقال تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. فمتهم هو اللي بحارب الكلام ده، يا صوفي يا كذاب يا محتال. طيب قال نجي نناقش الأدلة اللي استدل بها. قال الود مزم الفقير، وكلمة ود وما ودي أنا ما شغل بها كثير، انت أصله ما كان كلامي ده حارقك يا صوفي، ما كان بتخصص باسم جميع الطرق صفحة وشنو والرد على شنو وتعمل رد عليه، لو ما كلامي وصل والحمد لله رب العالمين، ربنا وصل للناس كتار وهذا به خلق بإذنه سبحانه وتعالى وليس يعني بحول منا ولا قوة، ما كان اضطريت ترد عليه باسم جميع الطرق الصوفية، كلها طرق اجتمعت على ضلال. وكلامك ده لا بقدم بل بأخر، لأنه ربنا قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهمت؟ طيب
قال الدليل الأول استاذ الأبي والود مزمل وأن المساجد لله. قال والله استشهاد بالآية يخلي الزول يضحك. كيف يضحك؟ كان أكيد أنا أعرف اللي بيضحك منه، واللي بيضحك في النهاية إن شاء الله هو الفايز. نشوف كيف نواصل كلام الطرق الصوفية في الرد علي. قال ونحن نجيك ببابك. بابك دي شنو؟ قام طوالي قرأ قال تفسير الطبري. الحمد لله إنه تفسير الطبري دي بقى بابي أنا. وإنت بابك من تستشهد بكتب البرعي والصابونابي والركيني والصائم ديما، الصدر شبهك. زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم، قال الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. والله إحنا نفخر إنه نفسر القرآن بتفسير ابن عباس، نفخر نفسر القرآن بتفسير ابن مسعود وأبو بكر الصديق والصحابة كلهم والتابعين والإمام مالك، وإنت ماشي لقدام وأحمد وغيرهم لحد ما تصل ابن تيمية رحمه الله والطبري. يا سلام، ده كلام جميل جدا. نفسر القرآن بيدل وده بابنا نحن، زي ما قلت نجيب بابك براك ورطت نفسك يا صوفي. الحمد لله ده بابنا. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف من اختلف وما تناكر من اختلف. انت مش بهوك ناس المحايات، ناس المقطعين المدلقنين زي ناس الصوفية والدراويش والمفلفلين شعرهم فيه قمل، ده اللي بيشبهوك انت يا صوفي يا بليد. قال جيب لنا واحد من السلف قال يقول هذه الآية دليل على أنه شرك. ما بجيب لك واحد من السلف، بجيب لك الطبري، تفسير الطبري اللي انت جبته ذاته ونفس الموضع اللي انت جبته. انت قريته والطبري قال ده شرك، نقل عن السلف، انت اللي قريته مش انا. وما فهمته، انا ما اعرف راسك ده فيه مشغول بشنو، حجبات بخرات الله اعلم. طيب قال الطبري باسناده عن قتاده، قرأ كده قال، وقال وايضا باسناده، وقرأ ثاني باسناده عن قتاده وعن عكرمة، قال ده جملة ما نقل في الآية، جملة قال ما نقل في الآية. طيب نشوف نفس الموضع اللي انت قريته. لا قريته انت ذاتك لكن ما بتفهم يا صوفي، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال عن أمثالك أولئك كالأنعام بل هم أضل. انت صوفي أكيد ما بتفهم، ولا يمكن أن تفهم أبدا إطلاقا لأنك صوفي. لو كنت بتفهم ما كان بقي صوفي، كان بقي سني، تابعت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ده تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام ابن جرير الطبري، نفس الآية القراءة ونفس كلام السلف. الطبري نقل لك قال لك ده شرك، إنه الآية بتتكلم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قال لك ده شرك في الصفحة رقم 124. قال حدثنا ابن عبد الأعلى إلى أن قال عن قتادة وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قال كانت اليهود والنصارى، ودي سبحان الله قرأ صوفي ذاته، كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله. يعني الآية دي قال أصلا بتتناول النازل وأن المساجد لله يعني كنائسهم وبيعهم، فلا تدعوا مع الله أحد، تكلم عن الدعاء، دعاء غير، لأنه ربنا قال فلا تدعوا، لا تدعوا مع الله أحدا. طيب كانوا إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله، وشان الطبري يوريك أن الشرك ده كان في الدعاء ذاته. قال فأمر الله نبيه أن يخلص له الدعوة إذا دخل المسجد. فشركهم كان بيدعو غير الله، يصرفوا الدعوة عبادة الدعاء أو الدعوة لغير الله سبحانه وتعالى. ده قتادة زي ما نقل الطبري قال لك ده كان صفة شركهم كده. ففي الآية دي وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، يعني ما تبقى زي ديك لما تدخل المساجد التي هي لله سبحانه وتعالى، ما تشرك بالله، أشركوا بالله كيف ديلك في الدعوة قال لك، يعني بنادوا غير الله، نادوا عيسى ونادوا كده. الصوفي ده والله أنا ما لاقاني صوفي أبلد منه على وجه الأرض إطلاقا، مع إنه الأثر ده وقرازاته، لكن كما قال الله عز وجل أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولا أثار القرازات
قال يقول وتال غير برضه يقول تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يحيي إلي أنه استمع نفر من الجن إلى قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا أيها الناس مع الله أحدا ولا تشركوا به فيها شيئا. يعني دعاء أحد من دون الله عز وجل أو مع الله عز وجل دشنا يا جماعة شرك يا شيخ. عشان كده قال أيها الناس مع الله أحدا جاب جزء من الآية ولا تشركوا به فيها شيئا ولكن أفردوا له التوحيد وأخلصوا له العبادة. قال وبنحو الذي قلنا بذلك قال أهل التأويل وذكر بعد ذلك كلام أهل التأويل. أما الأثر الذكر برضو عن سعيد بن جبير وأن المساجد لله قالت الجن لنبي الله كيف لنا نأتي المسجد ونحن ناؤون عنك وكيف نشهد معك الصلاة ونحن ناؤون عنك فنزلت وأن المساجد لله إلى آخر الآية. دي بيتكلم عن الجزئية الأولى من الآية وأن المساجد لله لأنه بدليل قصة النزول ذكر سعيد بن جبير قالت الجن لنبي الله كيف لنا نأتي المسجد ونحن ناؤون عنك وكيف نشهد معك الصلاة ونحن ناؤون عنك يعني بعيدين ناؤون يعني بعيدين عنك. بعدك ربنا قال لهم وأن المساجد لله يعني أي مكان صليت فيه ما قدرت تجي أو ما قدرت يعتبر شنو مسجد مساجد الله سبحانه وتعالى. فالصوفي ده غريب جدا يعني غريب مرة واحدة بالمناسبة غريب والله. أنا بسمع في كلامه ده بس تعرف إنه ده ما بيفهم خالص رأسه ده مطبل مقفل شب وش كده هم بزوغوا مناظرتنا إحنا لأنه لو جيت أنت بتتبهدل والله تتبهدل بهدلة إن شاء الله عمرك ما شفتها. وأنا سيبه بهدلك كل ما تنزل مقاطع باسم الطرق الصوفية أبهدلكم كلكم استعينوا الله عز وجل على ذلك. هاي مغطي نفسه وأنا اسمك ذات ما بيهمني كثير أنا عارف اسمه لكن طالما تكلمت باسم جميع الطرق برد على جميع الطرق. طيب جبنا لك من السلف من قال ذلك. قال بعد ذلك قال الدليل الثاني اللي أنا جبته قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال الله وصف كل من دعا غير الله بأنه كافر. قال كافر دي الذكر الله عز وجل ولكم الكافرون مش لأنه دعا غير الله بمعنى إنه نادى غير الله عز وجل لأنه اعتقد أن غير الله عز وجل إله أشرك بذلك. الكافرون الذين اعتقدوا أن غير الله إله مش يدعو غير الله عشان كده كفار. قال قال وبذلك قال الطبري قال يقول تعالى ذكره ومن يدعو مع المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له المعبود الآخر لا حجة له بما يقول إلى آخر. نقرأ لك كلام الطبري اللي انت جبته ذاته يا صوفي والما فاهمه من نفس الآية اللي انت جبتها وهي آية سورة المؤمنون. قال تأويل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال الطبري رحمه الله يقول تعالى ذكره ومن يدعو مع المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له معبودا آخر لا حجة له بما يقول ويعمل من ذلك ولا بينة. ده معنى الآية ومن يدعو مع المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له معبودا آخر. والمعنى ده يأيد كلامنا إنه أي زول دعا غير الله يتخذ شنو معبود من دون الله وبالباطل. ودليل من دليل على أنه معبود بالباطل قوله تعالى في نفس الآية لا برهان له به يعني بالباطل. فأي زول يدعو غير الله اتخذوا معبود بالباطل واتخذوا إله مع الله عز وجل بالباطل. والدليل من القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم. ولا تتكلم عن شنو عن دعاء غير الله
فربنا وصف الناس ادعوا غير الله انهم عبدوا غير الله، قال وكانوا بعبادتهم كافرين. فدعيت غير الله عبدت غيره، دعيت الله عبدت الله، ده دليل من القرآن، نديك دليل من السنة كمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة، يبقى لو دعيت الله يبقى شنو؟ عبدته، لأنه الدعاء عبادة. دعيت غير الله يبقى عبدت غير الله، لأنه الدعاء شنو يا جماعة؟ عبادة. فكلام الطبري ومن يدعو مع المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له معبودا آخر لا حجة له بما يقول ويعمل من ذلك ولا بينة، ده بيتكلم عن إنه أي زول دعا غير الله اتخذوا معبود غير الله واتخذوا إله دون الله سبحانه وتعالى. أما الآيات الكثيرة الجابة دي ما عندها علاقة بالموضوع، بل بترد عليه وحج عليه، ولا يدعون مع الله إلها آخر، وأيضا الآيات الجابة كلها فيها لفظة إله هي أصلا رد عليه، لأنه أي زول دعا غير الله اتخذوا إله من دون الله سبحانه وتعالى وأشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو المعنى الصحيح كما ذكره الطبري وكما دللنا من الكتاب ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا يمكن أن تعتقد أن دعاء غير الله كفر وشرك، إذا اعتقدت الاعتقاد ده قال أنت كفرت النبي. عيدوا تاني يا جماعة الكلام ده، شوف الصوفي ده والله ده من أبلد البشر اللاقوني، والله بل هو أبلد بشر لاقاني. قال لا يمكن أن تعتقد إنه دعاء غير الله كفر وشرك، قال ما ممكن تعتقد، وده القرآن احنا قرينا لك بعد ده، قال ما ممكن تعتقد كده. قال إذا اعتقدت الاعتقاد ده، يعني إذا قلت دعاء غير الله شرك أو كفر، قال أنت كده كفرت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عند الصوفي ده إنه النبي صلى الله عليه وسلم شنو يا جماعة؟ بيدعو غير الله، خلى الله ودعا غيره. شوف عقيدة الصوفية دي عقيدة وسخة وعقيدة مجرمة ليت درجة، مع إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لي ابن عباس إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. يا أخي زول يصف النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك وإنه بيدعو غير الله، ويتهمنا نحن يقول لو قلت دعاء غير الله شرك يبقى كفرت الرسول، هذا كلام كذب، زول مجرم. قال لأنه الرسول علم الأمة يا محمد، يا محمد دين ورناك ليه؟ لأنه محمد صلى الله عليه وسلم كان قاعد قدامه، يا محمد أدعو لي ربنا، وينه هنا دعاء غير الله؟ وقال يا محمد أدعو لي ربنا. خلاصة معنى الحديث ذكرناه بالأدلة التي سبقت. يا أخي ده إجرام ما بعد إجرام من التصوف، وده ما يدلك يا جماعة أن الصوفية دي الآن يعني بيجوا يدعو الأمة صراحة إلى الكفر بالله وإلى الشرك بالله عز وجل وإلى عبادة غير الله وتأليه البشر. نعم تأليه البشر، وكتبهم كلها تشهد بالكلام. يعني مثلا شوف ده كتاب، أديك أمثلة بسيطة جدا. أي نعم ده كتاب الفيضات الربانية صفحة من 58 وإنت ماشي، كلام ده كلام حتى المشركين الأوائل ما قالوا يا أخي، من الصفحة 55 قال وصلت إلى العرش المجيد بحضرة فنادمني ربي حقيقا وناجاني. قال وصل لعرش ربنا يا أخي، كلام ده كذب وكفر بالله. قال نظرت لعرش الله واللوح نظرة فلاحت لي الأملاك والرب سماني. نظر لعرش الله ونظر اللوح المحفوظ، هل ده كلام يصدقه بشر؟ ده أسوأ من كلام اليهود وأسوأ من عقائد النصارى وأسوأ من عقائد المشركين الأوائل، العقائد اللي بدعوا لها الصوفية الليلة دي. قال وتوجني تاج الوصال بنظرة ومن خلع التشريف والقرب أكساني، فلو أنني ألقيت سري بدجلة لغارت وغيض الماء من سر برهاني، ولو أنني ألقيت سري على لظى النار، ولو أنني ألقيت سري على لظى لأخمدت النيران من عظم سلطاني. وبشوفوا من بعض ده بيقول سره، ودي الناس المراغنة الختمية بيقولوا نار الخليل خبت من سر تفلتنا، ديك بزغوا فيها، وده سر برهان وطفى النار. أنا ما أعرف ذاته يا طو
يعطوا فيهم الشفة أول، وكله كلام كذب وكلام دجل وهوس من الصوفية ده. طيب وما الكفر والشرك؟ هو اعتقاد ألوهية غير الله بس كده. زول لو قال ربنا الإله لكن دعا غير الله كافر ومشرك كما بينا بالأدلة والنصوص. طيب وحتى المشركين الأوائل أصنامهم وأوثانهم دي هي صور لرجال صالحين يعني في غالبة كانوا كان عبادتهم لها مش اعتقدوا إنه الصنم ده إله، ما شركهم ما كان كده، اعتقدوا إنه الصالح المصور ده وسيلة بيقربهم للإله الحق لله عز وجل، ما اعتقدوا إنه ده إله عديل كده. ربنا قال ألا لله، ودي آية بترد على الصوفية ديل لو بيفهموا، ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فعارفين ربنا، عارفين في الله، عارفين هو الإله وداري يتقربوا له كمان، لكن قالوا اللي بيقربنا له إنه نعبد ديل عشان يقربونا إلى الله، مش ديل هم آلهة وديل هم الإله. فكلام الصوفي ده كذاب مجرم، إنه كونه يقول الكفر والشرك اعتقاد الألوهية في غير الله وبعد ذاك تبقى كافر. لكن الصوفية بيعتقدوا ألوهية غير الله، ها رأيك شنو؟ دي ذات اللي هو كفر بها من اعتقد ألوهية غير الله. أنا بديك الآن من كتب الصوفية ديل بيعتقدوا إنهم آلهة عديل. شوف الصوفية الكبار ديل، ده كتاب فيض البحور المتلاطمة، شفت كيف؟ في الصفحة رقم 64 الفيوضات الربانية ده بتاع القادرية، صفحة رقم 65 قال أنا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا وأعطيت داوود حلاوة نغمتي. العطاء منه؟ حسن الصوت منه؟ الله. الصوفية قالوا نحن اللي اديناه، ده اعتقاد للألوهية بالمناسبة، لأنه هو اللي ادى، ونحن نعلم أن ربنا اللي ادى، وقالوا لا قالوا نحن اللي اديناه. طيب قال أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي. قال هو المشكور وهو المذكور وده ربنا، قالوا لا لا دي هم الصوفية القادرية. قال شكرا بنعمتي، نسب النعمة له ما لله، وربنا قال وما بكم من نعمة فمن الله، ده برضو اعتقاد ألوهية وربوبية. قال أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. قال هو الواحد الفرد الكبير يعني هو الإله عديل، وده اعتقاد الألوهية واعتقاد أنه رب، وده كفر بالله بنفس القاعدة الباطلة الوضع الصوفية، إنه حصر الكفر والشرك في إنه زول بس يعتقد إنه إله. أها ديل الصوفية بيعتقدوا إنهم آلهة، طريقة شيوخ الطريقة القادرية. نديك شيخ الطريقة البرهانية طريقة تانية، عشان لو قلت ديل ما ديل برضو، ها ديل برضو شيخ الطريقة البرهانية ده كمان بيقول كلام غريب مرة واحد، برضو بيعتقد الألوهية، بيعتقد إنه هو ربنا عديل كده. في الصفحة رقم 11 من كتاب ديوان شراب الوصل قال وكل فؤاد للمهيمن ساجد يرتل آياتي وينهل خمرتي. الآيات اللي بيرتلوها القرآن، قال ده أصلا حقه هو محمد عثمان عبد البرهان، لأنه قال يرتل آياتي نسبه لنفسه. قال أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي. ده ما اعتقاد الألوهية يا جماعة، اعتقاد الربوبية. قال أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أنت الحق، وعدك الحق، وعدك حق. فالحق الحق هو الله سبحانه وتعالى. فالبرهاني قال أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء كمان، يعني يوم القيامة يعني، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي. ده اعتقاد للألوهية. هذا كيف يا صوفي؟ هذا الكفار ولا كيف؟ ولا بينفخوك؟ طيب بعد ذاك الصوفي قال مشي جاب شبهات، قال وافتكر جديد، قديمة يا شيخنا ردنا على زمان بدري، لكن نعيد لك رد مختصر بس.
قال انه قال يجوز انه دعاء غير الله وتشرك بالله يعني. قال لانه في قصه قال في زمن عثمان بن عفان وصحابي قال عثمان بن حنيف جاءوا الرجل الاعمى جاءوا رجل اعمى وكان يمشي لعثمان بن عفان وكده وعثمان ما نظر في حاجته قال وجاءوا راجع المهم قال له علموا الدعاء علموا له النبي عليه الصلاه والسلام ودعا به وكده كده قال ده دليله على جواز دعاء غير الله يعني الشرك بالله. اول حاجه القصه دي قصه ما صحيحه ذات من اساسها ذاته وده بحث جمعناه من كلام العلماء في تصحيح هذه القصه. اول حاجه القصه اخرجها الطبراني في المعجم الصغير بصفحه 103-104 وفي الكبير ايضا من طريق عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن ابي جعفر الخطمي المدني عن ابي امامه عن سهل بن حنيف عن عمي عثمان بن حنيف ان رجلا كان يختلف الى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجه له فكان عثمان لا يلتفت اليه ولا ينظر في حاجته فلقي عثمان بن حنيف ابن حنيف فشكى ذلك اليه فقال له عثمان ائت الميضاء فتوضأ ثم أتي المسجد فصلي فيه ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك عز وجل فيقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك إلى آخر. قال الطبراني لم يروه عن روح بن القاسم إلا شبيب عن أبي عن يونس بن يزيد الأيلي وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبة والحديث صحيح. العلامة الألباني قال لا شك في صحة هذا الحديث وإنما البحث الآن في هذه القصة يعني الزيادة التي تفرد بها شبيب بن سعيد كما قال الطبراني. الحديث بتاع الرجل ضرير البصر أجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال لي ادعوا لي قال لي ان شئت صبرت وان شئت دعوت حكيناها قبيل دي ما صحيح لكن القصه بتعيد انه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في رجل كان يمشي لعثمان بن عفان وعثمان بن عفان لا ينظر في حاجته ولا يلتفت اليه حسب ما جاء في القصه الباطله اللي هي غير صحيحه يعني وبعد ذاك لقي عثمان بن حنيف عثمان بن حنيف قال لي قول الدعاء اللي علمني له والرسول صلى الله عليه وسلم قبيل شفتها كيف؟ أول الدعاء علمه النبي عليه الصلاة والسلام قبيل وعمله وقام شوفي القصة دي ما صحيحة ليه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إنه قالوا الدعاء ده دي ما صحيحة أصلا ليه؟ لأنه خلاصة القول في هذه القصة أنها ضعيفة منكرة لأمور ثلاثة دي أمور علم بتاع حديث لكن الصوفي فاضه من المحايات وشراب المحاية والتبخر بالبخرات ما فاضي من الكلام ما بتعرف صحيح ولا ضعيف ولا بتعرف تصحيح الحديث بل اكبر دليل الصوفيه ما بيعرفوا العلم ده كان بيستخفوا بينا يقول له انتوا بتسمون نفسكم بالضعيف والحديث زي ما كان بيقول حامد ذاك حامد الطاغوت عرفته ده ما اكبر دليل انه ما عارف انه ده علم من العلوم الدقيقه يعني صحيح يعني شنو ضعيف يعني شنو وحسن لذاتي يعني شنو حسن لغيري يعني شنو ده موضوع طويل يا اخي. المهم قال الاول الامر الاول ضعف حفظ المتفرد بها اللي تفرد بالحديث الراوي ضعيف وذاته من اللي قال ضعيف هل الألباني براوة ونحن لا كما قال ابن عدي صاحب الكامل قال ابن عدي كان شبيب لعله يغلط ويهم إذا حدث من حفظي ده الراوي لهذه القصة وأرجو أنه لا يتعمد فإذا حدث عنه ابن أحمد بحديث يونس فكأنه يونس آخر يعني يجود فهذا الكلام يفيد أن شبيبا هذا لا بأس بحديثه بشرطين اثنين الأول أن يكون من رواية ابن أحمد عنه والثاني أن يكون من رواية شبيب عن يونس والسبب في ذلك أنه كان عنده كتب يونس ابن يزيد كما قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أبيه فهو إذا حدث من كتب هذه أجاد وإذا حدث من حفظه وهم كما قال ابن عدي خلاص وهنا وهم
ثانيا الاختلاف على أحمد فيها، فقد أخرج الحديث ابن السني في عمل اليوم والليلة صفحة 302 والحاكم جزء الأول صفحة 526 من ثلاثة طرق عن أحمد بن شبيب بدون القصة، كان بدون القصة دي. طيب ثالثا مخالفته للثقات الذين لم يذكروها في الحديث، لأن الحديث رواه أيضا عون بن عمارة البصري، حدثنا روح بن القاسم بي أخرجه الحاكم، وعون هذا وإن كان ضعيفا فروايته أولى من رواية شبيب لموافقتها لرواية شعبة وحماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي. إذن أصلا القصة دي الرواية دي ما صحيحة لهذه الأسباب التي ذكرها علماء الحديث. ملاحظة أن الطبراني إنما صحح الحديث فقط دون القصة، يعني الصوفي ما يلبس ولو الطبراني صحح، صحح الحديث اللي هو الرجل الأعمى جل النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له الرسول قدامه، لكن القصة الزايدة كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكده وكده دي ما صحها طبراني. طيب طيب وقد سبق قد روى هذا الحديث شعبة والحديث صحيح، فهذا نص على أنه أراد حديث شعبة، وشعبة لم يروا هذه القصة فلم يصححها إذن الطبراني، فلا حجة لهم في كلامه. أيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة جليلة، قال فهذه الزيادة فيها عدة علل انفرد بها عمن هو أكبر وأحفظ منه، وإعراض أهل السنة عنها واضطراب لفظها، وأن راويها عرف له عن روح هذا أحاديث منكرة، ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة فلا حجة فيها. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا كان كذلك فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعيا له ولا شافعا فيه، فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد مماته كما كان يشرع في حياته، بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به، يعني بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما بين ابن تيمية، فلما مات لم يتوسلوا به، بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من المهاجرين والأنصار في عام الرماد المشهور لما اشتد بهم الجد حتى حلف عمر لا يأكل سمنا حتى يخصب الناس، ثم لما استسقى بالناس قال اللهم إنا كنا في الماضي إذا أجدبنا توسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا يعني الآن في الحاضر نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة ولم ينكره أحد مع شهرته، وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية، ودعا بمثله معاوية ابن أبي سفيان في خلافته لما استسقى بالناس، فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم في حياته لقالوا كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله، فلما لم يقل ذلك أحد منهم وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره، علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته. وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فإنه إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بذاته، وقال له في الدعاء قل اللهم شفعه في. وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته ولم يأمر بالدعاء المشروع، قال لو فرضنا يعني، بل ببعضه وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته، كان ما فعله عمر بن الخطاب هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني توسل بالدعاء بدعاء الرجل الصالح الحي، وكان المخالف لعمر محجوجا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام حجة عليه لا له، والله تعالى أعلم. كذلك في ملاحظة بالقصة دي، في ملاحظة بالقصة دي ضعفها العلماء، في ملاحظة فيها بتدل إنه القصة دي ما ثابتة، فيها طعن في عثمان بن عفان، ما لاحظوا الحتة دي ليه؟ لأنه قال الرجل ده كان يتخلف
إلى عثمان بن عفان، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه لا ينظر في حاجة ذلك الرجل ولا يلتفت إليه. هل ده ممكن يا جماعة يحصل من عثمان بن عفان؟ زول يجي وهو محتاج أو عنده حاجة يقوم عثمان بن عفان رضي الله عنه خلاص الذي تستحي منه الملائكة والذي كان رفيقا برعيتي في خلافتي خلاص، هل ما يلتفت له وما يشتغل به لحد ما الرجل يمشي لزول تاني؟ ده ظلم، ما ينبغي أصلا أن ينسب لعثمان بن عفان رضي الله عنه ذي النورين الذي تستحي منه الملائكة والذي يخاف الله سبحانه وتعالى والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة مرات ومرات، لكن ده عقائد الصوفية الخربة بس بتوقع لك. بعد ذلك قال، والمقطع بتاعه طبعا طويل، أنا حبيت أرد على أي شبهة جابه عشان تعرف إنه ما عندهم حاجة نازل خالص. قال الحديث اللي أنا جبته، إذا سألت بسأل الله وإذا استعنت بستعن بالله. قال ورينا إذا استعنت بغير الله أشركت وكفرت، وهنا في الحديث ده قال يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة. طيب نسألك يا صوفي لو بتفهم، زول دعا الله براو عبد ولا ما عبد؟ لو قلت ما عبد انت الكفرت أنه كذبت الحديث، الدعاء هو شنو؟ العبادة. طيب عبده دعاء الله عبد الله. طيب دعا غير الله عبد غير الله، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو شنو؟ العبادة. دعيت الله عبدت، دعيت غيره عبدت غيره. طيب عبدت الله معناته وحدت الله، عبدت غير الله ده معناته شنو؟ ده ما شرك يا صوفي، ما كفر. تفهم كيف؟ والمشركين الأول كانوا كفار ليه؟ ما لأنهم دعوا غير الله وعبدوا غير الله. طيب يا أخي ده كلام عجيب والله. قال آخر الحديث قال يرد عليه قال يدل قال على أن الأمة بتنفعك. قال لأنه قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك، قال إذن الأمة بتنفع، ولو اجتمعت على يضروك إذن بتضر. لكن قال بعد إذن الله. طيب بعد إذن الله دي من قبل نحن المشاكلين فيها، أنت بتقول يدعو غير الله خلاص، وربنا ما أذن إنه يدعو غيره وما أذن يتوكل على غيره، بل ربنا عز وجل بيّن إنه البدع غير الله كافر ومشرك كما بيّننا. وقال جاب لي كلام كده ما مفهوم. قال عشان الفهم السقيم ده الترمذي قال جاب الحديث رقم، إذا سألت بسأل الله جابه في سنن رقم 2516، وعشان الفهم السقيم ده قال جاب حديث بعديه رقم 2517 قال عشان تفهم الحديث ده. قال الحديث الثاني ده ما بقول انه دعاء غير الله بيجوز، يعني ما عنده اي علاقه بالكلام ده وكده يعني. طيب وجاب اعقلها وتوكل، هسه ده علاقته شنو؟ ده بيدل على فعل الاسباب، ما بيدل انك تدعو غير الله بيجوز زي ما قال الصوفيه اخر شبهه جابه قال لي صحاها شيخكم ذاته حسن شيخكم الألباني قال وابن حجر، وقال حسن الألباني بسلسلة ضعيفة تحت عند الحديث رقم 656 قال إلا أن الألباني قال الأثر ده موقوف بغير حجة علمية قال من الألباني. قالوا الحديث إذا كان مرفوع وموقوف الأولى إنه ترفعه. وقال ده الإمام أحمد بيستغيث قال بغير الله عز وجل. طيب نشوف السلسلة الصحيحة، ده الكتاب ذاته السلسلة الصحيحة. طيب طيب أصلا الشيخ الألباني بيناقش الحديثين اللي بيستدل بها الصوفية على جواز الشرك بالله ودعاء غير الله إذا انفلت الدابة وحديكم وكذا، هذه الروايات ضعفها الصوفي كان يكون أمين يجيب يقول الحديث ضعيف، لأنه دي من الحديث اللي هم بيشركوا بها بالله عز وجل وهي ما صحيحة ضعيفة. فبناقش قام جاب الموضع بتاع الأثر ده، وفعلا الأثر حسنه الألباني يعني، لكن عنده معنى الألباني قاله وصوي قطع الكلام الألباني ما قاله
وفي نفس الصفحة الألباني جاب الأثر ده وحسن وقام رد على الصوفية اللي بيستغيث وبيدعو غير الله وقال لهم ده شرك وجاب الآية على أنه ده شرك. دي كلها صوفي قطعها ما جابها. طيب نقرأ الكلام بعد ما ضعف الروايتين الأوائل. قال ومع أن هذا الحديث ضعيف كالذي قبله فليس فيه دليل على جواز الاستغاثة بالموتى من الأولياء والصالحين. قال لأنهما صريحان بأن المقصود عباد الله فيهما خلق من غير البشر بدليل قولي في الحديث الأول فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليهم وقوله في هذا الحديث فإن لله عبادا لا نراهم. وهذا الوصف إنما ينطبق على الملائكة أو الجن لأنهم الذين لا نراهم عادة. بعد ده جاب الأثر ده البسد اللي بيه والصوفي ده. قال وقد جاء في حديث آخر تعيين أنهم طائفة من الملائكة. ده يقول لك إنه حتى رواية يعني الروايات الضعيفة بتاعت إذا انفلت الدابة أحدكم وإذا ضل أحدكم شيئا وكده قال لك ديل ذاتهم ديل ملائكة أو جن المهم عباد لا نراهم. ليه؟ لأنه قال لك جاء في حديث آخر تعيين أنهم طائفة من الملائكة أخرجه البزار عن ابن عباس بلفظ ودي الأثر جابه الصوفي ذاته بلفظ إن لله تعالى ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلات فلينادي يا عباد الله أعينوني. خلاص. وقال الحافظ كما في شرح ابن علان هذا حديث حسن الإسناد غريب جدا أخرجه البزار وقال لا نعلم من يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وحسنه السخاوي أيضا في الابتهاج وقال الهيثمي رجال ثقات. قلت ورواه البيهقي بالشعب موقوفا كما يأتي. يعني أول حاجة قال إنه الأثر ده موقوف ما مرفوع ورواه موقوف منه ده البيهقي ما الألباني. فكيف الصوفي المجرم ده يقول إنه الألباني قال الحديث موقوف بغير حجة علمية وده العلماء الروز هذا قال لك موقوف. تقول كيف غير حجة علمية؟ قال فهذا الحديث إذا صح على هذا الألباني يعين أن المراد بقوله في الحديث الأول يا عباد الله إنما هم الملائكة فلا يجوز أن يلحق بهم المسلمون من الجن أو الإنس مما يسمونهم برجال الغيب من الأولياء والصالحين. وده زي كلام البرعي لما قال ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا فما زال مسبولا على الناس ستركم أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي وألهث عطشانا وقد فاض بحركم فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله والأمر أمركم إذا شئتم شاء الإله وأنكم تشاءون ما قد شاء لله دركم. وده هو الشرك بالله عز وجل. قال سواء كانوا أحيانا وأمواتا أو أمواتا فإن الاستغاثة بهم وطلب العون منهم شرك بين لأنهم لا يسمعون الدعاء ولو سمعوا لما استطاعوا الاستجابة وتحقيق الرغبة. وهذا صريح في آيات كثيرة منها قوله تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال هذا ويبدو أن حديث ابن عباس الذي حسنه الحافظ كان الإمام أحمد يقويه لأنه قد عمل به فقال ابنه عبد الله في المسائل سمعت أبي يقول حججت 5 حجج منها 2 راكبا و3 ماشيا أو 2 ماشيا و3 راكبا فضللت الطريق في حجة وكنت ماشيا فجعلت أقول يا عباد الله دلونا على الطريق فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق أو كما قال أبي. ورواه البيهقي في الشعب وابن عساكر من طريق عبد الله بسند صحيح. وبعد كتابة ما سبق وقفت على إسناد البزار في زوائده صفحة كذا حدثنا موسى بن إسحاق كذا كذا عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره. قلت وهذا إسناد حسن كما قالوا الباني حسن فإن رجاله كلهم ثقات غير أسامة بن زيد وهو الليثي وهو من رجال مسلم على ضعف في حفظه. قال الحافظ التقريب صدوق يهم وموسى بن إسحاق وأبو بكر الأنصاري ثقة ترجمه الخطيب البغدادي ترجمة جيدة.
نعم قال خالفه جعفر بن عون فقال كذا، فذكره موقوفا على ابن عباس برضو ذكره موقوف مش الألباني، أخرجه البيهقي. طيب قال ولذلك فالحديث عندي معلول بالمخالفة، والأرجح أنه موقوف، عشان كده رجحوا أنه موقوف وليس هو من الأحاديث التي يمكن القطع بأنها في حكم المرفوع، لاحتمال أن يكون ابن عباس تلقاها من مسلمة أهل الكتاب، والله أعلم. ولعل الحافظ ابن حجر رحمه الله لو اطلع على هذه الطريقة الموقوفة لانكشفت له العلة وعله بالوقف كما فعلت، ولأغناه ذلك عن استغرابه جدا والله أعلم. فنمرة واحد قال لك حديثة موقوف على ابن عباس، نمرة اثنين قال لك لعله تلقاه ابن عباس من مسلمة أهل الكتاب يعني من أخبار أهل الكتاب، نمرة ثلاثة سواء كان هذا أو ذاك ده يدخل قال لك في باب شنو الاستعانة بالمخلوق فيما يستطيعه، لأنه الحديث قال لك إن لله تعالى ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فإذا أصابت أحدكم عرج بأرض فلات فلينادي يا عباد الله أعينوني، هم موجودين لأنه ربنا قال إن لله تعالى ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، ورق الشجر دائما في أي مكان أو غالب الأمكنة، يعني لافين الملائكة ديل في أمكنة غالب الأمكنة موجودين خلاص، فليقل قال يا عباد الله أعينوني، هم موجودين، ده مش دعاء غير الله، ده فيه الاستعانة بغير الله بالمخلوق، الاستعانة بالمخلوق فيما يستطيع المخلوق، لأنه أصلا الاستعانة اثنين نوعين، استعانة بغير الله أو بالمخلوق فيما لا يستطيع إلا الله ده كفر وشرك، وده نحن المختلفين مع الصوفية فيه، والصوفية يقولوا غير الله بينزل المطر وغير الله بيخلق وغير الله يقول لشوكة فيكون، فده الكفر والشرك. أما تقول يا أخوي عليك الله أعيني نتفر العربية دي تدور، هل ده شرك وكفر؟ ما شرك خلاص. ذو القرنين قال شنو؟ قال فأعينوني بقوة، كذلك في قصة موسى عليه السلام قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، فده من باب ما يستطيع المخلوق الموجود الحاضر قدامك عليك الله يوجب لي موية، دي بالمناسبة استعانة، لكن بما يستطيع المخلوق دي ما في أحد قال شرك بدليل الآيات ذكرناها، لكن تستغيث وتستعين بغير الله فيما لا يستطيع إلا الله ده الكبر وشرك. فالأثر ده من باب الاستعانة بالمخلوق الملائكة فيما يستطيعونه، وفوق ذلك أصلا قال لك ده موقوف عليه، وربما تلقاه ابن عباس من مسلمة أهل الكتاب، وأخبار أهل الكتاب يعني موجودة يعني بتتناقل في كثير من الكتب، فما في دليل أصلا على جواز دعاء غير الله ودعاء الموتى والغائبين والاستعانة بشيوخ الصوفية الميتين المدفونين تحت التراب، لأنه ده كله شرك بالله عز وجل وكفر بالله تبارك وتعالى. شكد الألباني ذاته قال لك ولو فإن قال لك فلا يجوز، قال إذا صح يعين أن المراد بقوله في الحديث قال يا عباد الله إنهم هم الملائكة، فلا يجوز أن يلحق بهم المسلمون من الجن أو الإنس مما يسمونهم برجال الغيب من الأولياء والصالحين سواء كان أحيان أو أماتا، فإن الاستغاثة بهم وطلب العون منهم شرك بين، لأنهم لا يسمعون الدعاء ولو سمعوا لما استطاعوا، وجاب الآيات والذين تدعون من دون ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وحتى استعانة الإمام أحمد ده كان من باب شنو؟ ما يستطيع المخلوق الحاضر الحي. نعم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والله تعالى أعلم وأحكم. إلى اللقاء في الحلقة القادمة. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.